السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم جديد وشكرا. كشف المحامي مراد العجوطي يعني العقوبة التي تنتظر المعلق الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي بعد تقدم نادي المحامين في المغرب بشكاية لدى النائب العام القطري. وقال العجوطي في منشور على حسابه بالفيسبوك إن المادة 8 من قانون الجرائم الإلكترونية القطري يعاقب بالحبس لثلاث سنوات والغرامة 100,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كلا من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية. وأضاف رئيس نادي المحامين بالمغرب أن العقوبة تمتد أيضا لكل من اعتدى على الغير بالسب أو القذف عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. جري بالبيان أن نادي المحامين بالمغرب قرر مقاضاة الدراجي بعد الاتهامات التي وجهها للمغربيات عبر رسالة على تويتر رد بها على سيدة. بعد غضب كبير غصت به مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة بسبب تصرفات صبيانية والطائشة للمدعو حفيظ الدراجي الذي حاول استغلال ميكروفون قناة بي إن سبورت لتصريف حقده الدفين على المغرب وتونس ومصر في مباريات كروية يفترض أن يعلق على تفاصيلها الرياضية بحياد ومهنية تامة، حيث تطور وتفاعل الغاضبون من تفاهات المدعو الدراجي لتصل حد مراسلة إدارة شبكة القنوات القطرية لتوقيف المعلق المفتقد لمهنية ولأبجدية الصحافة والتعليق الرياضي، فضلا على قيام جمعية المحامين المغاربة بوضع شكاية ضده لدى النيابة العامة القطرية مع مئات الشكاوى الإلكترونية التي تقدم بها المغاربة المقيمون بدولة قطر شقيقة. وتفاعلا مع هذا الموضوع علمت أحد الصحف المغربية من مصادر مطلعة أن إدارة قنوات بي سبورت قررت عدم تكليف المدعى الدراجي بالتعليق على المباريات المتبقية من العرس القاري بالكاميرون في انتظار اتخاذ المتابعين بحقه بشكل رسمي.